سلام الاخ محمد. وعليكم السلام. السلام عليكم تنتوما كاملين. كنبغي بوينو نبغي نوصلوا للفكره على داك الشيء اللي هضرت عليه انتينا ديك النهار. كنعاود نبغي نحاول نلخص لكم كل شيء. ديك النهار كانت وقعت واحد بالبلاء لديك البلاصه اللي فيها الدراري كيباتوا في مورا السوق. وقع مشكل بين مغاربه وتزايريه. وقعوا شغل بحال وقع زكير الحرب بحال اللي ما كاينش ما كاين هنا لا قانون لا مخزن لا حتى شي حاجه. كليكا بور اكزومبل حيت هما عايشين في ديك البلاصه عايشين مخلطين يعني كل كاين عايشين كحاليش تزايريه مغاربه بنادم مخلط. بوينو وحنا كيما انا كنمشي كنجلس معاهم دائما كنمشي نريح معاهم تما كنسالي من الخدمه ما كنبغيش نطلع للدار كنقول لهم نمشي نجلس معاهم. وحنا تيجالسين تما ما علينا ما بينا جالس مع الدراري كتشوف دخلوا جوج تزايريه دخلوا عندهم صداع مع واحد فهمتي كيفاش دخلوا مني منك مني منك خرجوا كيجريو الدراري قالوا صافي يعني خرجوا راه ما يرجعوش نورمال. بقيت انا جالس كنقول نطلع في حالي لا ما نطلع بقيت جالس معاهم قلت هي فين نحضر انا هاد السطوريه هادي. خرجوا جاو تقريبا واحد 18 واحد 18 يعني كتشوف لي مواقع ناض هذا 18 واحد ديال الجزائريين ولا ديال المغاربه؟ الجزائريين الجزائريين كانوا مخلطين الدراري مخلطين. وناض هذا شير على هذا نعمل ديك سرات هربت حيت كنحاول حيت هنا في هاد البلاد هادي من الاحسن تنحى المشاكل فهمتي الا نحيتي المشاكل تعيش بخير. تنحيت خرجتي من برا بقيت بعيد باش ما نتاذاش بركي منين يجي منين يحضر اللي يحضروا بوليسيه موسوس دي سكوادرا ولا اللي غادي تحضر يعني السلطات الامنيه راه غادي يوقع لك مشاكل. وقعت حيت انت معاهم كلارو كي سيدا دائما كما كيقولوا حويطه حويطه تربح. والحمد لله صافي خرجت تعاود رجعوا شغل كي ديما كيجيو كيبقى يفتشوا عليهم تما مني. واصلا ديك البلاصه من دائما فيها المشاكل من دائما نقدر نقول لك دابا حاليا انا عامل معك انترفيست هنايا نقدر نقول لك وقع الحرب تما اقسم لك يمين نتسيق تسيقني وما نكذبش عليك ولا جينا واحد ماشي واحد البلاصه امينه ماشي واحد البلاصه امينه اللي انا جابت بيا الظروف وما كان ماشي كنعترف بيه وكنقول الحمد لله بوركي هنايا اي واحد الا ما دوشي ما جابتش به الظروف وما قوش قصحي انا ما داقش بالطعام ديال الغربه ما داق الغربه جابت بيا الظروف جبت واحد تيمبو تما شفت العجب اخاي العزيز جابت بيا واحد شفت العجب يعني شي حوايج اللي ما كيتوقعهمش الراس كتشوفهم تما شي تخاف على راسك شنو عملت صافي واحد تيمبو اللي واحد الشهر ربي انا سببت ربي استجبني خرجني بوركي ماشي ديك الشيء هذاك فهمتي. ون واحد الحاجه الثانيه المغاربه ديالنا خصهم يكونوا مع بعضياتهم شويه متفاهمين العرب ديالنا كاملين كنضل جينيراسيون على العرب كاملين الا كانوا يد في يد غنعيشوا هنايا حنايا احسن منهم هما نقدروا نعيشوا حنا احسن منهم هما بوركي هما كيديو منا كلشي. اذا جينا نشوفوا في الواقع حنا الفايو اللي عندنا الغلط اللي عندنا في هذه الغربه هذه هما المغاربه لا ماشي غير المغاربه انا كنضل بجينيراسيون على كل شيء انا مغربي وتحياتي للمغرب الجزائر جميع اي دوله في العرب. العرب خصهم يكونوا يد في يد هنايا الا كنا في يد في يد هنايا حق من بعث الرحمن تنحكموا اوروبا ونحكموا العالم كامل بركي حنايا كان انا شحال دابا بور اكزومبل ضرب انا 4 سنين هنا في الغربه داخل في 5 سنين كنشوف العرب كونترا بعضياتهم سيمبري كونترا لي تامبيان عاشرت هنا كوار عاشرت نصارى استفدت في حياتي تعلمت بزاف د الحوايج دعموني نعمل الدبلوم كذا حلاقه تعلمت ديت الصنعه ربحت بزاف د الحوايج. علاش الناس عندها دماغها كيقولوا ناشط ماشي فحال ديالنا هنا شنو متبعين والو اهي هيا كيما كتشاهدوا معنا الاخ ها هي شوف الضربه اللي دا في الجسم ديالو يعني بلا ما جابت الظروف بنادم دخل ديك وجابتني كما قلت لك جابتني الظروف واحد التيمبو بسيط وطحت في واحد المشكل اللي ما كيش العقل ما كيتو. تخيل انت ما عامل والو غايجيو جوج عندهم صداعات داخل غتفارق نعم غتجي فيك الضربه انت الدراج. كنقول لك انا جوج سيمانات ما كنخلفش الا رجلي انطونسيس ما قدرش نخدم خدام بيروكي ما نقدرش انت سببتي لي مشكل بزاف ابار الصحه ديالي هادي خلينا الصحه ابارتي اديتيني في صحتي فهمتي كيفاش. وبوينو من الاحسن كنفضل انا بنادم يجي لهنا ما يفكرش يدخل شي بلايص بحال هادو
ديك التجمعات نو بلاصه اللي فيها تجمعات واللي فيها العرب بزاف من الاحسن يخطيها بلاصه الشغب بنادم يخطيها بنادم هنا يجي يعلي لدراعو يصوفي الوالدين ديالو يطلع وما ننصح حتى شي واحد يطلع بلا شي يعني بلا شي تجربه فهمتي بور اكزومبل انا طالع بالدبلوم ديالي غنجيت انا جبرت الحمد لله الصنعه ديالك عندك واحد الهدف اللي باغي توصل له اما هنا ديك الشغل التجمعات جلس مع اصحاب هذا هنا ما توصل حتى شي عتاده في حياتك شمن عام هذه باش جيتي هنا برشلونه جيت تقريبا في شي 2020 ملي جيتي مجوج ولا عاد تزوجتي جيت مجوج وعندي جوج دبامبينوس وواحده عندها تريسانيوس 3 سنين وواحده عندها 7 شهور ماتت لي الشهر اللي فات تزوجتي هنا ولا في المغرب لا تزوجت هنا في اسبانيا حاجه كنبغي نقول كنصح بها اي واحد دوز التجربه ديالي في الزواج وتا انا جربت وعندي وليدات الحمد لله وبخير مع راسي حتى شي واحد ما يفكر يخطى شي خطوه قبل ما يفكر بزاف خصو يفكر بزاف د المرات قبل ما تخطي شي خطوه يعني الحاجه اللي عاصباسي فيها خصك تفكر لها حيت تقدر تخرج لك مزيانه تقدر تخرج لك ماشي مزيان يعني خصك تفكر مزيان باش ما حيت الا خطيتي الخطوه بالزربه غتلوم راسك انت هو المولو يعني اللوم عليك انت اللي من الاحسن بنادم يعرف كيفاش يخطي الخطوه ديالو مي كيما حنا طيحنا في بزاف الاغلاط يعني كنحاولوا بزاف الناس ما يطيحوش في ديك الاغلاط هذوك فهمتي اون بور اكزومبلو بزاف الاغلاط ما خصناش ديك الناس كنحاولوا نوصلوا الميساج يعني ديك الناس ديك هاد الاغلاط هادو عمرهم ما يطيحوا بهم يعني فحال انا الغلط اللي عندي والو شام انا الغلط اللي كلشي بزاف الغلط اللي عندي والو شام انا الكلب ديالي هو هنايا عامل هنايا لا باندا دي مي دي لير دي لا كاي هادي الاسم د بنتي واش من هنايا روان اسم د بنتي روان هنا بوينو هاد النصيحه اللي نعطي اي واحد حنايا كما كنبقاو مسلمين واي واحد يعني الغلط اي واحد كيعمل الغلط انا غلطت كنحاول نوصل واحد الميساج الدراري والرجال واي واحد ما يغلطش هاد الغلط اللي غلطنا حنايا الله يسمح علينا انا شنو كنقول الله يسمح ليا برك النيه ديالي صافيه وغلطت جات في واحد اي واحد ما يلومش راسو كيكون كل واحد كيجيب شي تيمبو راه كيعمل شي حوايج ما كيقدرش يعني غلطت انا انت وصلت لك الميساج ديالي حاول ما تغلطش برك غتغلط غتندم كما ندمت انا وكما وصلت لك غتوصل لواحد اخر يعني فلان فيق بلا ما تحاول توصل لواحد اخر حاول تكون انت احسن من داك الواحد وكنحاول تكون احسن مني والله كنحاول شحال بنادم كيشوفني دابا واشم وانا اقسم بالله الا كنصلي و يعني ندمت على هذا الشيء عملته شحال هذا بيرو راه ميمو كنصلي خدام بخير مع راسي نجحت في حياتي بيرو كنحاول اغلط اللي عملتهم اللي صلحتهم كنحاول بنادم ما يطيحش فيهم هادشي اللي كنبغي نوصل بالقلب الصافي بحال اللي كنهضر مع خوتي كاملين مع خوتي العرب كاملين مغاربه جزائريه تونس طلع واحد الحاجه ما تفكروش باللي الغربه تفكر عاد طلع راه واحد العيشه صعيبه تقدر تجي تشوف خوتك كيفاش عايشين هنا كما كنشوفوهم حنايا تقدر ما نقدر تقدر تبكي والله اللي كنوصل ميساج للمسؤولين الهضره واحده وبكل الحمد لله بكل رجوله واحترام كنوصل حاجه واحد ما تعاونوا بنادم في حتى شي حاجه عاونوا بنادم اللي كياديوه هنا مثلا الشخص اللي كينضر ما عنده والو فهمتي كيفاش ما داير مسكين انت ما داير لا بيدك لا برجلك غتنضر وقفوا غا مع هادو يا سطا ما خصنا والو عاونوا على هادو قسما بالله اذا كان هاد الشيء هذا راه الله يكثر لكم الخير ما عملتوش هاد الشيء هذا الله يكثر الله يكثر الخمير وعلى هذا الموضوع هذا الدروغا هنايا في برشلونه ارض الشيطان اللي كنسميها انا اخيب بلاصه يقدر يقوز بنادم يا البلاصه هذه يا برشلونه صعيبه بزاف غتقدر دوز شي حوايج اللي خايبين وما غتبقى تربح والو وتقدر اللي غتخسر حتى حياتك كاع شحال من واحد ضيع حياته كما قلت لك شفت بزاف انا كنقول لك شفت بنادم كيستعملها واحد ما تقدرش تطيح راسك من ديك المرتبه هذيك وكاين بنادم كيطيح المال ديك المرتبه هذيك كيطيح راسو من ديك المرتبه ماشي اول حاجه كتبدا هي اول حاجه كتبدا كما كنقولوا بشويه كتبدا بور اكزومبل ما عاد يجيش يدخل غتبدا بشويه شكون غيكون السبب ديالك يكون السبب ديالك الصحاب كما كنقولوا حنا رفقة السوء واذا بنادم هنا تدخل وانا شحال كنقول لك شحال من صحابي هنا ضاعوا وصلوا لشي مرحله الدروكا حتى شي واحد ما يشوف فيك لا دوله لا حتى شي واحد غتبقى مسيف في الزنقه اشتات المنطور ما عنده شكون يشوف فيك كتجي ترجع وبزاف الناس كنشوفهم انا كنقول تعدوا على راسهم طلعوا لهنايا
قسما بالله وتشوفهم تبكي تقول هذا علاش كان في بلاد ما غيوقعلوش علاش تكون سبابه الدروغة بلادهم كيدخل راسه كننصح الشباب مثلا انا بالزنبور اكزومبل انا كنهضر على نفسي انا الله يعفو عليا كما العالم كامل بلي بلي كنكمل الحشيش بلي بالحشيش الله يعفو عليا الله يعفو على اي واحد فقط ما كننفح ما كنعمل ما كنشرب ما كنعمل لا دواء لا بعد راسي بحال كنقول الحمد لله اللهم هادي ولا بنادم الا دخل راسو هنايا باش يكون ميساج بنادم هنا اللي كيسمعني كامل الا فكرتي طلع هنا وفكرتي عندك ديك الليله غنمشي غنجرب راه غتعذب تعذب غتبكي موراه طوان تطوان من مدينه الحومه جامع مزوى كيف ما كيقولوا وواحد الحاجه باش نوصل لكم هنا هن اللي فرع برشلونه وفرع بنادم بالاغلبيه هو الكراك اللي كيعرفوا اي واحد هنا شفت شي دراري ما كي فحال شغل غنقول لك بيبا كتعرف بيبا فيها هي الكراك كيبيعوا كيجي فحال بياض كيحطوا عليه الطفيه دكا هادشي اللي كنشوف بنادم يانا راك الله يعفو بوينو فحال وكيكميوه كيطيح بنادم واحد المرتبه اللي تقدر تطيح نفسك واصعب حاجه هنايا هي تطيح نفسك حيت الحمد لله كاملين الحمد لله خلقنا مسلمين ونفسنا هنايا خصنا نكملوا بنادم كي تقدروا بور اكزومبل يجي يمشي ينسعم بنادم باش ياكل ويخبعهم يمشي يجيب كراك ويبقى بالجوع ويتسلل ويمشي يجيب ويمشي يجيبها يعني ما يقدر يفكر في شي حاجه يعني حياتك ضاعت من الاخر والكلمه الاخرانيه اللي بغى يطلع كما يقول هنايا ويفكر يصوف الوالدين ديالو كما دوزنا في واحد بقى صح والحمد لله دابا الحمد لله ما نقصنا حتى شي خير عندك نصائح هنا فكر طلع ما تفكر تكل لا حتى شي واحد فكر لدراعك وربي سيدي فوق منك وما تنساش دينك ما تنساش دينك تنساش من جيتي اون بور اكزومبل عرفت انا اش عملت هادو قسما بالله الا السبب ديالي ما كتشوف انت العرب حنا محقورين هنا يا الرازيستات معنصرين معانا حاجه نورمال عربي غيتعنصر معك هذه حاجه عايشه العنصريه نورمال السلام عليكم الاخ عاودنا شويه على الحياه الصعبه اللي كتعيشوا هنايا في هاد الدار هذه هنايا في برشلونه اللي نايضين المشاكل اللي البارح كانت واحد الدبيزه ديال 20 الناس المحكمه اللي دوزتوا هذه نهار 20 في الشهر باش غادي يخرجوكم من هنا وهاد الحالات الصعبه اللي هنايا كتلقى مع الاخوان والحياه اللي كتعيشوها هنا ماشي سهله عاودنا شويه الله يحفظك المهم السلام عليكم المشكل ديال هنايا يعني كاين الدراري كاين المهم مشاكل جنسيه ويعني كتقول مضاربه فيها شويه السياسه اول حاجه ثاني ما بين جزائريين ومغاربه المهم هنايا حنا ساكنين هنا مغاربه وجزائريين وداك الشيء المهم كنوقعت واحد المشكله ما بين المغاربه والجزائريه المهم الجزائريين مشاو جابوا ثاني جروب ديالهم جابوا شي ضربوا مع الدراري المغاربه المهم وقع لي وقع هادو جزائريين هربوا يعني مخزن فاش جا كي حنا اللي مغاربه ساكنين في هاد الدار هادي هنا يعني غادي يجيو عندنا اول حاجه المهم جاو حبسوا بعض الدراري يعني اكثر الدراري اللي مغاربه ساكنين يعني ما كيديروش مشاكل كاين بعض منهم ما كيديروش مشاكل يعني واحد الاربعه ولا خمسه اللي ما كيديروش مشاكل ولكن بالنسبه للقانون ولا المخزن ديال هنا يعني كلشي في قفه واحده يعني كيجيو كيديو كلشي من الطرف مضاربه صافي غادي يجيو غادي يهزو من الطرف كيبداو يديو يعني كما كيقول لك واحد يديرها وياخر يخلصها المهم شوف بعض الدراري تاني اللي كانوا ساكنين ما دايرين والو حتى هما اللي كيتسناو دافعين الاوراق ديالهم اللي كيتسنى يعني باش يكمل هذاك الوقت ديالو ديال شهاده السكنه ديال 3 سنين ولا داك القانون باش يدفع الاوراق ثاني كيتسنى الوقت ديالو يفوت باش يدفع يعني وكاينين الناس اخرين ثاني اللي كيجبدوا بعض المشاكل يعني احنا اصلا مغاربه بيناتنا يعني مشاكل يعني احنا مغاربه انا ماشي بحال بعض الجنسيه كتلقى متحدين في واحد البلاد براني وكذا هذيك كتلقى متحدين هنايا لا هنايا مغاربه بيناتنا اول حاجه العقليه ديال المغرب الجناوه ديك كليموجين داك الغاز بالفلفله ولا كتسميو بيمينتو يعني مضاربه يعني بحال راك في حرب والسلام يعني الهضره جوج دار معايا دار معاك كان جبد لك جنويه يخرج بدا لك حتى هو جنويه رشني بالغاز رشك بالغاز وهي هادي يعني هادشي اللي كيوقع هنا وهادشي مع بعض الدراري اللي كيعطيو واحد الصوره خايبه اصلا على المغرب واصلا حنا هنا عندنا صوره خايبه اول حاجه على المغرب برشلونه يعني واخا تكون اي جنسيه وحده اخرى كاينين مثلا لاتينوس كاينين
دومينيكان وسادو اللي كيتو هما كيسرقوا هنايا يعني. والتهمه اول حاجه كتمشي كتمشي للمغربي اول حاجه يعني. كل واحد كيقول الفيرسون ديالو. اول حاجه علاش نهضر على ديك المراه؟ هي عندها واحد العقليه سياسيه يعني. اول حاجه هي عنصريه مع المغاربه بالاخص يعني. الا جينا نشوفوا غنشوفوا نرجعوا لواحد 2016 2015 كان واحد الفيديو تلاح ديال العسكر ديال المغرب اللي معروف باللي بان لك تيريف ديال مو راه معروف بالاسم هذا يعني. هي عندها حتى واحد التفكير سياسي ضد المغاربه يعني. هي كنيجريه كمسيحيه واخده واحد الدين يعني كتقول لك الاسبقيه للمسيحيين. هي مسيحيه احنا مسلمين احنا متاخرين وداك الشيء يعني الى اخره. عندها واحد العقليه هكا يعني. واخا ينعس شي مغربي ولا اي واحد مسلم كينعسنا غير ينوض مثلا يخرج يقضي الغرض ديالو يرجع ما يلقاش الحوايج ديالو يعني. بحال دابا البارح لاحت الحوايج ديال جوج دراري، لاحت لهم الناموسيات ديالهم، لاحت لهم الحوايج ديالهم، كاين اللي عنده الاوراق ديال الباسبور وداك الشيء تمشي تلوحوا له في طارو الزبل يعني ما جاش يعني. ولا هرسوا له داك الباب ديالها ولا هرسوا له داك الشيء يعني. من حقاش دارت لهم شي حوايج اللي ما خاصهمش يداروا يعني. تلوح لهم الاوراق ديالهم يعني باش تصاوب شهاده السكنه ولا باسبور هنايا راه صعيب يعني. باش تصاوب باسبور خاصك شهاده السكنه، وباش تصاوب شهاده السكنه خاصك باسبور يعني. كيفاش غادير باش تصاوب مثلا شهاده السكنه الا مشارك باسبور؟ خاصك تمشي دير واحد الدعوه بلا طاحوا لك الوراق، وعاد تدي ديك الدعوه تمشي ل يعني للبلديه تخرج شهاده السكنه، ومن بعد تمشي للقنصليه المغرب تخلص واحد يعني 1000 درهم باش تجبد باش تدفع دير طلب ديال الباسبور ولا لاكارت. المهم كاينه معاناه يعني، وخاصك تسنى واحد 40 يوم الى اخره. المهم كاين مشاكل. ودابا هاد السيده هادي كيفاش بغينا نسالو كيفاش فاتحه واحد المحل هنايا وهي غي اوكوبا؟ ومهما ذلك يعني القانون كيقول اسبانيا خص يعني يكون واحد المحل مديكلاري في العماله، خص يكون ديك الشيء المحل قانوني. على سينو غادي نكونوا هنايا في الغابه واحد يجي يفرع واحد المحل ويدخل ويجي يعمل فيه حانوت ديال الملابس للبيع وكتصاوب الحوايج يعني. ما كيجيوش عند البوليس، ما كيجي عندها حتى واحد. هاد السيده هي حل محل غير قانوني اول حاجه يعني. اول حاجه اللي جينا نشوفوا هذه اوكوبا، ولكن في نفس الوقت هي جمعيه مكلفين بها جوج الناس، اللي واحد من كاتالونيا، امراه من كاتالونيا ورجل من الارجنتين يعني. هادو جوج الناس داروا هذه الجمعيه هذه اللي مسميه لا طانكادا يعني. لا قلنا بالعربيه هي المسدوده يعني. لا طانكادا شنو كتعني؟ ولا مسدوده يعني بدون ابواب، زعما كاين جميع الابواب مغلقه في وجه المهاجر يعني. هذا هو الاسم ديالها يعني. هاد المراه دي يعني جمعيه. اول حاجه انت ساكن في جمعيه غادي دير واحد المشروع وسط الجمعيه يعني راه غير قانوني. هذه الا كانت السكنه قانونيه يعني. من جناح اخر هي خضات واحد الاتجاه باش دير واحد المشروع ديالها. المهم حنا خلينا غير باش تخلينا ترونكيل وسلام. من جهه القانون يعني هذيك البلاصه اللي ساكنه فيها قدروا يدخلوا ناس وحدين اخرين يستافدوا يسكنوا فيه يعني. هذا هو يعني. حنا خلينا غير باش تخلينا واحد شويه ترونكيل، تخلي تبعد عن الصداع ديالها. وفي حالة يعني شنو تعودنا على الدبيزة اللي وقعت بين المغاربة والجزائريين البارح، اللي يعني فيها بزاف ديال الناس اللي قاموا بهذه الدبزة هذه يعني. اللي عاودوا لنا قالوا لنا يعني كانوا بزاف ديال الناس اللي داخلين في هذه الدبيزة، اللي مشاركين في هذه الدبيزة. وشكون اللي بدا يا اخي؟ واش المغاربة ولا الجزائريين؟ علاش ناض هذا الصداع؟ تقدر تشرح لنا علاش ناض؟ المهم ناض على والو يعني. بحال كتقول راك في حرب يعني، انت خاصني نماركي هاد البلاصه ديالي لا انت خاصك تماركي ديالي يعني. المشكل اللي جينا نشوفو منين بدا يعني، بدا من المغاربه، من دياولنا، منين بدا المشكل فهمتي يعني. معنا واحد جوج ولا ثلاثه الناس يعني راه فيهم مشاكل يعني، ولا بداو هما كان هما اللي بداو المشكل يعني. كنعرف انا جزائريين هنايا ترونكيل يعني، اصلا الجزائريين ساكنين معانا هنايا. لا مرادر يعني كتلقى مشكل مع ولد بلادك وما تلقاش مع براني فهمتي يعني. وقع اللي وقع صافي، ضربوا يا اخو مشى جاب صحابو حتى هما هي من جهه اخرى. ولكن هادوك يعني جوج حاجات مشاو هربوا. علاش ما ساكنينش هنايا؟ اول حاجه يعني انت غتجمل واحد الدار ديالو غادي تبغي تضرب، اضرب بالحجر يعني. جينا نشوفوا الحجر راه فيه، راه فين محطوط فوق هذاك الطاروت؟ جيت تشوف راه باقي بعد فوق الطاروت تما محطوط. المهم يعني جا المخزن، جا البلاصة يعني، جا الدار، ما غاديش يعني البلاصة فين وقع المشكل يعني. وديك البلاصة أنت ساكن فيها يعني، ماشي غتغادر يعني، راك ساكن فيها يعني. من أجل المخزن خاصك تواجه.
صاي جاو داو الدراري داو كوك داو شي ست دراري اللي داو. والجزائريين ضربوا فيهم بزاف، كاين مضروبين بالموس ولا تقدر تشرح لنا؟ ما مضربه بالموس ولكن ما كاين حتى شي واحد اللي مجروح زعما، كاين ما وصلش لهذاك ما وصلوش لهذيك المواجهه فين يتلاقاو، يعني واحد كيضرب من بعيد هذا من هنا، المهم هذاك الشيء اللي وقع يعني ما وصلش يوصلوا ولكن هذا الشيء خلق بزاف ديال الرعب مع الجيران. هضرنا تكلمنا مع الجيران قبيلتي اللي هما كانوا عده صحفيين هنايا كيدوروا معنا من الاسبان، صحفيين اللي حتى هما كانوا هنا جاوا عند شي جيران هنا باش يعطيوهم الفيديوز اللي صوروا البارح ديال هاد الدبيزه. علاش حتى الجيران هنايا بحال اللي عياو وراهم خدامين دابا يد في يد مع البوليس كيصوروا اي واحد كيدخل لهنا اي واحد كيخرج، علاش قال لك كيجيو الدراري كيسرقوا كيدخلوا لهنا كيخرجوا، يعني بحال اللي تما الجيران بقاو كيشدوا شويه ديال العنصريه مع خوتنا اللي عايشين هنايا، حيتاش ما عجبهمش هذه الوضعيه اللي كيشوفوا مؤخرا هنايا. المهم اول حاجه الجيران اصلا كاين هنا جيران عنصريين، جيران عنصريين هما من الحزب ديال فوكس. فوكس هو واحد الحزب اللي كي ضد المهاجرين، هما من اصلا من ذاك الحزب، يعني هما اي حاجه خاصهم يصوروها تابعه لاي واحد باش يحاولوا حنا يخرجونا من هنايا يعني. وكاينين كيوقع مشاكل يعني في هذه الساحه هذه، يعني اي حاجه كتوقع مثلا في برشلونه راه يعني ديالنا، يعني ما يمكنش ماشي اي حاجه غتوقع ديالنا حنايا، يعني حنايا عارفين راسنا والمخزن ثاني ملي كيجي لنا عارف راسو شنو، وكيعرفوا المخزن اصلا هذوك اللي كيسرقوا كيعرفوهم بالسميات، فهمتي؟ شكون السرقه كيوري التصوير اه فلان، يعني عندهم مدات صواب كاين اللي عنده 60 70 يعني معروفين انا برشلونه، يعني الجيران دائما هما اصلا ضدنا اي حاجه، يعني هما ضد البلاصه. علاش البلاصه هذه اللي ساكنين فيها كاين واحد التياترو هذا اللي حدانا، نعم هو اصلا باغي هاد البلاصه هادي. علاش؟ حقاش الداخل كاينه جرده اللور، يعني الباب الرئيسي كاين اللور هي جرده، يعني الجرده كتسدها الدوله، يعني كتسدها مع 8 العشيات، يعني ما كيبقى لهمش الوقت، يعني خاصهم تاهما يسدوا مع 8، يعني هاد هما بغاو هاد البلاصه هادي حتى يدخلوها، يعني بغاو البلديه تجري علينا باش هما يشدوها من عند الدوله تستافد مننا، يعني الدوله تبدا تخلص من عندهم، وفي نفس الوقت هما يستغلوا ويرجعوا باب رئيسي اليوم، يعني هذا هو السبب، يعني السبب اخر ما كاينش. الاخ كنشكرك على الكلمات ديالك في هذه الليله هنايا اللي المحل فين كتعيش، وكنشكرك بزاف على الكلمات ديالك، وكنتمنوا هذه الوضعيه هذه تحسن هنايا والله يسهل عليكم وشكرا. وحدي وصبح واش جماعه صافا البارح شتا واش دارت لك بيان؟ ما نهضر معاهم ما يشوفوني ما بقى حتى يفرج ربي. تسمى هكذا كتغلق هنا هاد البلاصة كاع كتغلق بالماء كاع كيولي غيس الماء وحدي نغرق وحدي كلشي تشمخ لي كلشي ما يشوفش عندي غريب عام وانا نقول لهم سقبوا لي طوا هذايا كي ستيفون كي كدا يديروا معايا رونديفو راه خويا وكدا من الوحدة واحد ما يجي خرطي كذب في كذب انا نقولها لك ومن بعد يجوا ومن بعد واش ما طحت الحشدة درت لهم فيديو هاو لك هاو صور لي مونتاج نحكي لهم لهنا وين ما كيدخل لي يشمخ لي الكاميرا يشمخ لي كلش ويجيني هكذا وشكون ما عنديش وين زعما شكون نهرب ولا لازم نخرج وكيخرج هنا الشتا كثر كارثه فرج ربي اخي شباب المغاربه كما كتشوفوا هنا كاين الطوب وكاين الفيران كاين يعني البخوش كاين كل شيء اللي تقدر توقعوا كاين في هذا المكان هذا فين كيعيشوا خوتنا المغاربه اللي جاوا لاوروبا اللي الحلم ديالهم جاوا لهنا باش يعني يوفروا واحد لقمه العيش وباش يحسنوا يعني الوضعيه ديالهم في البلاد في هذه الارض هذه ومع الاسف ملي كيجيو لهنا كيلقاو واحد الصعوبات اللي كما كتشاهدوا معنا واحد الحياه اللي ماشي هي اللي كانوا كيتمناو ولا هي اللي كانوا كينتظروا من هاد اوروبا هذه لقاو فيها غير الصعوبات والمعاناه اللي كيعانيو منها خوتنا المغاربه كما كتشاهدوا. هذا هو الدوش فين كيدوشوا الاخوان كاملين اللي ساكنين اكثر من 35 واحد اللي ساكنين في هاد الدار هذه كما كتشاهدوا معنا. هذه هي الحاله ديال المغاربه اللي جاوا هنا بلا اوراق مساكن، ها نتوما كما كتشوفوهم كيفاش كيعيشوا هنايا وكيفاش كيحاولوا
يجوزوا النهار ديالهم. مشاهدينا الكرام، كما كتشاهدوا معاناة ديال الشباب المغاربة اللي كيجيو هنايا لأوروبا، شو الحالات كيفاش كيتواجدوا هنايا ملي كيجيو كيلقاو واحد الصعوبة ديال العيش. كما كتشاهدوا معنا هاد البيت هذا اللي ميم با فيه واحد متر ونص، ما كيجم ديالو ديال متر ونص، كما كتشاهدوا الخوت موقف غير باللوح، كما كتشاهدوا واحد البونجة في الأرض وواحد ساكو دي دورمير، وهذه هي الحياة ديال الشباب ديالنا مساكن. وشوفوا هنايا البق والحاله الصعبه اللي كيعيشوا فيها خواتنا هنايا. كنتمنوا من الجمعيات وكنتمنوا من السلطات ديال المغرب اللي كيقيموا الدور ديالهم في مع وزاره الخارجيه، يشوفوا من الوضعيه ديال هاد الشباب هادو كما كتشاهدوا معنا، هاد الحياه اللي كيعيشوا فيها مساكن. والدراري غالبا في الامر ما كاين لا اوراق، ما كاين لا لاكارت لا باسبور، يعني جاوا بقوا هنايا مدرين في هاد البلاد. وكنتمنوا من المسؤولين يخذوا هذا الشيء بجد الاعتبار ويعاونوا هاد خوتنا اللي راهما كتشوفوا الحاله ديالهم في هاد الساعه. راه لا اله الا الله. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Su nombre? Lili. Lili. Sí. Buenas noches, Lili. Pues, ¿nos puedes explicar un poco sobre el tema, cómo están últimamente complicado la convivencia aquí en este bloque, donde está ocupado desde hace 5 años ya? Sí, de verdad es... bueno, hay la vida aquí muy, como duro, ¿vale? Para los inmigrantes, ¿vale? Para mí, yo no robo a nadie, ¿vale? Por ejemplo, mi negocio como así, de inicio yo coge la cosa de basura. Yo vende aquí, de calle hospital aquí. Sí. Sí, los sábados, ¿vale? Pues cada uno tiene su opción para cambiar o mejor una cosa bien, ¿no? Y roba a la gente, molesta a la gente como así. ¿Nos puedes explicar un poquito estos artículos que hemos visto aquí, que son de tu país o los haces aquí? Sí, sí. ¿Son de Nigeria? Sí, de Nigeria y Gambia también. ¿Y los traes y los vendes aquí en este local? Sí, por ejemplo, yo fui a mi país en agosto y llega aquí en septiembre. Y entonces traes cosas de allí y todo. Sí, sí. ¿Y cuando sí. has viajado a tu país, has dejado esta habitación así sola y no ha pasado nada? No, hay gente ayuda aquí para... Vale. Siempre dejas a alguien, siempre dejas a algún compatriota exacto, tuyo que te vigile exacto, la habitación. Pues lo que pasa de este tiempo es... bueno, es una cosa muy... también molesta. No hay muy bien para... Entiendo que los vecinos se están quejando mucho de los ruidos, las peleas y los robos que están pasando por aquí. Este de verdad. Sí. Es verdad. Y entiendo que tú como compañera nos hemos grabado las imágenes de tu habitación con la puerta rota, que hasta tus propios compañeros que conviven contigo te han roto la habitación, te han roto la puerta. Tienes la puerta totalmente rota. No tienes seguridad aquí. ¿Qué nos puedes explicar más? Bueno, ahora yo he visto este, ¿vale?
normalmente hay gente que viene de fuera. Este es el problema de aquí, de por este tiempo, ¿vale? Y ellos como a robar allí, no sé dónde, ellos a entrar de, y corriendo entrar de la sala grande. O sea, roban y vienen aquí, se meten en la sala grande y se esconden aquí dentro de la casa. Este mal, ¿eh? Y esto complica la convivencia con los vecinos, con los compañeros. Sí, este de verdad. ¿Y cuántas personas vivís aquí en esta casa? De momento como 35. 35 personas vivís ahí dentro. Sí, sí. Y entonces tú ocupas esta casa desde hace 5 años, me has dicho. Sí, es como tranquilo, no hay... ¿Y la vida cómo era aquí? ¿Era muy tranquila al principio? Sí, muy tranquilo, como... Y luego se ha complicado. Hay música, yo artista, yo salí aquí, pone la música, nosotros bailamos. Y clase, organiza clase de catalán castellano de aquí. Sí. Entonces, y cuando la policía estáis durmiendo, viene y claro, se mete para adentro a ver quién ha robado, y esto pues crea un poco de molestia, ¿no? Sí, sí. ¿Y para cuándo habéis tenido el juicio para desahuciaros de aquí? De 20. Fui de 20 de este mes. Y ahora está pendiente el desahucio todavía. Sí. Pues muchas gracias por tus palabras y esperemos que esto se arregle. Gracias. Muchas gracias a ti.